صبايا شوفوا لي هالخبز، ما احلاه ما شاء الله صراحة. يعني الشغلات اللي بتيجي بلا تخطيط وهيك هي سبحان الله اللي بتزبط. رحت ل ما عملت معاكم بالفيديو السابق شواء، يعني كفتة تركية، فرحت لاشتري خبز. كل المحلات للمخبزة ولا كل الماركتات ما بعرف شو ليش ما في ولا خبزة. قلت شو راح اعمل يا ربي، الساعة 10 يعني استحالة اروح للمدينة وجيب الخبز وهيك. فقررت اني اعمل خبز مرافق للشواء، وهو اصلا الخبز اللي لازم يكون مع الشواء بهالطريقة. صبايا نفس المقلاة اللي طهيت فيها الكفتة نفسها لازم يكون لسه بلا ما تغسلوها، لازم انا لازمني هي الزيت تبع الكباب، لازم هي اللي راح يطهى فيها الخبز. فعملته يعني بين عجنه واختماره وطهيه نص ساعة، لأنه عندنا عن جد شوب نص ساعة. فالخبزة الأولى طهيتها، وهلا عم شوي الثانية الكفتة المقلاة الثانية، والخبزة الثانية لسه عم تستنى. ليش؟ مثل ما قلت لكم، لأنه بيلزمني هي شو اسمه، هاي الزيوت اللي بتطلع من الكباب. إذا بدكم الوصفة قولوا لي وأنا راح أكتب لكم. هون صبايا المقلاة لازم تكون هيك، يعني مش شفتوا هالخطوط مشان يطلع لنا هاي الشكل الحلو. شفتي هالزيوت؟ هاي طبيعية، أنا ما حطيت ولا قطرة زيت، هاي الزيوت هي اللي لازم مشان الخبز. تفضلوا معنا حبيباتي، ينعاد عليكم بالخير يا رب.